You are in the Zoom meeting now. Thank you.
Welcome, Mr. Prime Minister and Chair of the Presidential Council to the Johns Hopkins School of Advanced International Studies. I'm Daniel Serwer. I direct the Conflict Management and American Foreign Policy programs here. And on behalf of Dean Cohn, it's my great pleasure to welcome you to this global leader in the study and practice of international relations. Mr. Prime Minister, I first saw Libya in September 2011 when I made my way to Benghazi and Tripoli. Hopes were high in those early days of the revolution. I walked alone and unguarded day and night in your two most important cities. Despite some electoral violence, spirits remained high even in July 2012 when I returned to observe Libya's first serious national election with the Carter Center. Things went bad shortly thereafter. Libya's transition to a stable civil democracy has been difficult, even tortuous and violent. Today, we hope you will give us a glimpse of what is happening behind the scenes, deepening our understanding of both Libya and the general challenges of transition during ongoing conflict. Your UN-backed government represents to many the best hope of recovery. As an architect, you are well suited to building not only Libya's physical infrastructure, but also its governing institutions. This is a great challenge and a high calling. To create for your proud nation a government that will use the country's substantial resources to serve and protect its citizens. I'm looking forward to this progress report on your efforts and your suggestions of what the international community can do to help. But it's also my responsibility to ask you all to silence your cell phones. Mr. Sarraj, it's a pleasure to have you here. After you speak, my distinguished colleague, Hafed Ahuel, a fellow at our Foreign Policy Institute, will take over and moderate the discussion. Mr. Prime Minister, the floor is yours. سيدات والسادة، يسعدني ويشرفني أن ألتقي بكم اليوم في جامعة جونز هوبكنز. هذا الصرح الحضاري الذي يعتبر أحد أهم منابر العلم في العالم. وتقدم بجزيل الشكر للقائمين على الجامعة المرموقة ومنظمي هذا اللقاء على الدعوة الكريمة وحسن الترحيب والأعداد. حديثي سيكون وفقا لعنوان الندوة ما بعد الصراع وإدارة الفترة الانتقالية. ومن هذا المنطلق نتحدث عن مشروعنا الذي يكفل عدم تكرار التقاتل وينقل البلد من حوار البنادق إلى حوار العقول ومن التدمير إلى البناء والتعمير. قبل الخوض فيما نأمله وما نخطط له علينا أن نمر سريعا واختصار شديد على أسباب الأزمة التي تعيشها بلادي منذ نحو 8 سنوات وكيف تفاقمت إلى تصل إلى الحرب وعدوان عسكري على العاصمة الليبية طرابلس. إننا نعتقد أن هناك عاملان يفسران هذه الأزمة. العامل الأول هو التركة الثقيلة التي ورثناها عن 4 عقود من الحكم الشمولي المطلق، والعامل الثاني هو تخلي المجتمع الدولي عن الليبيين بعد أن ساعدهم على إنجاح ثورتهم في 2011 وكانوا في أشد الحاجة لدعم يمكنهم من التعامل مع هذه التركة المثقلة بالأخطاء والخطايا. لقد غيب النظام الشمولي السابق الحياة المدنية والسياسية طوال فترة حكمي. لا أحزاب، لا انتخابات، ولا مجتمع مدني، وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وترك حين غادر دولة
حين غادر دولة بدون مؤسسات حقيقية. على سبيل المثال، أدى تخوفه من المؤسسة العسكرية إلى تفكيكه ليصبح عمادها كتائب يقودها الأبناء، بينما أهمل النظام تطوير البنية التحتية ووجه أموال طائلة لدعم حركات التمرد حول العالم. هذه لمحة فقط لما ورثته الثورة. هناك بعض الإيجابيات يمكن تحدث عنها: بناء مشروعات كالنهر الصناعي، وهو شبكة أنابيب ضخمة تنقل المياه عبر الصحراء إلى مدن الشمال. لسنا في باب تقييم النظام السابق أو محاكمته، بل الهدف معرفة جذور التدهور الذي حدث. فالبنية السياسية المهترئة لم تخلق كوادر سياسية يعتمد عليها. لكل ذلك انزلقت ليبيا إلى الفوضى والانفلات الأمني، لتصل إلى ما تواجهه اليوم من محاولة عسكري متمرد لإعادة العجلة إلى الوراء واستنساخ نظام شمولي مستبد مماثل، وهو ما لن يقبله الليبيون أبدا. نأتي إلى عامل آخر، وهو التدخل السلبي الخارجي في الشأن الليبي الذي ساهم في تأجيج الصراع وزود بعض الأطراف بما يمكنهم من نقل هذا الصراع من سياسي إلى عسكري. السيدات والسادة، لقد تحملنا المسؤولية نتيجة لاتفاق سياسي بين كافة الفعاليات السياسية في البلاد، وجاء الاتفاق بعد حوار دام نحو عامين تحت إشراف الأمم المتحدة، وكان يستهدف نقل البلاد عبر مرحلة انتقالية إلى وضع سياسي ديمقراطي دائم، إلا أن الأجسام المنبثقة عن هذا الاتفاق لم تلتزم بالاستحقاقات الواردة فيه، وتبنى بعضها طرق المساومات والمناورات والمزايدات والتجانب. رغم ذلك لم نتوقف عن التواصل مع جميع الأطراف في المشهد السياسي الليبي من أجل تجاوز الخلافات وإنهاء حالة الانقسام وتوسيع قاعدة المشاركة، دون أن نهمل إدارة شؤون الدولة والعمل على إرساء الأمن والاستقرار ومواجهة الإرهاب، قبل ذلك توفير احتياجات المواطنين والتخفيف من معاناتهم. لقد شاركنا بإيجابية في العديد من الاجتماعات والمؤتمرات الدولية التي عقدت لبحث حلول لازمة للأزمة، والتزمنا بمخرجات تلك اللقاءات والتي كان آخرها مؤتمري باريس وباليرمو ولقاء أبوظبي. بينما واصلت الأطراف الأخرى التنصل من التزاماتها وعرقلت المسار السياسي التوافقي، يشجعهم على ذلك غياب الموقف الدولي الحازم تجاه المعارقين واستغلال الوضع الدولي المنقسم تجاه ليبيا. لقد ظلت أيدينا ممدودة للجميع لإنهاء الجمود السياسي والوصول إلى كلمة سواء تنهي حالة التشتت والانقسام، وكنا متحمسين من هذا المنطلق لإنعقاد المؤتمر الوطني الجامع الذي تبنته الأمم المتحدة وسنده المجتمع الدولي بأسره، ووضع عليه الليبيون أمال كبيرة ليمهد انتخابات برلمانية رئاسية. المترجم طلب أن نتحدث بسرعة أقل. وضع عليه الليبيون أمال كبيرة ليمهد انتخابات برلمانية ورئاسية، إلا أن هذه الأمال تبددت مع بدء العدوان الذي شنته ميليشيات مجرم الحرب في 4 أبريل الماضي قبل الملتقى الوطني في غدامس، وأثناء زيارة الأمين العام للأمم المتحدة لليبيا، ناسفا أي فرصة للحل السياسي السلمي. كان هدف الانقلاب الواضح نسف مسار التسوية السياسية وإجهاض تطلعات الليبيين لبناء دولة مدنية ديمقراطية والعودة للبلاد للحكم العسكري الاستبدادي. السيدات والسادة، كان من واجبنا التصدي لهذا العدوان الذي اسمه معركة الجهاد والفتح المبين، ودحر من كان يعتقد أن السيطرة على طرابلس ما هي إلا نزهة قصيرة،
وفي عملية تضليل يائسة بائسة، زعم أن اعتدائه يأتي من أجل محاربة الإرهاب، متجاهلا أن قوات حكومة اليوفاق الوطني هي من حرر مدينة سرت من تنظيم الدولة داعش في إطار التحالف الاستراتيجي الذي يربطنا مع الولايات المتحدة لمحاربة الإرهاب. كما أن طرابلس كانت ضحية للإرهاب عندما تعرضت لهجمات استهدفت مقرات وزارة الخارجية، مؤسسة وطنية النفط، المفوضية العليا للانتخابات. رغم كل التحديات تعمل حكومة الوفاق بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة في رصد واستهداف فلول الإرهابيين في جميع أنحاء ليبيا على مدار الأعوام الماضية وحتى الآن وحتى اليوم. واكتشف مجرم الحرب أن هذه المزاعم لا يمكن هضمها، فساق مبرر آخر لعدواني حيث تحدث عن التوزيع العادل للثروة، رغم أن الجميع يعلم أن حوالي 65% من ميزانية الدولة تذهب للرواتب، 10% لدعم المحروقات، وأن هذه المصروفات لم تنقطع أبداً عن أي منطقة في ليبيا. بالتأكيد هذه المؤشرات ليست جيدة وهي تشوهات اقتصادية نعمل على إصلاحها، كما توفر الحكومة المخصصات المالية اللازمة لتوفير الخدمات الأساسية عبر القطاعات المختلفة كالتعليم والصحة وغيرها بتلك المناطق بإنصاف وتوازن. فحكومة الليبيين، حكومة الوفاق، هي لكل الليبيين، وأعضائها ينتمون إلى مختلف مناطق ليبيا، شرق، غرب، جنوب. ولم نتخلى عن مسؤولياتنا تجاه مواطنينا في أي منطقة. إن مجرم الحرب لجأ لهذا المبرر ليغطي على ما يرتكبه والجهاز التنفيذي غير الشرعي الذي يتبعه من إهدار غير مسبوق للمال العام وتجاوزات مالية خطيرة، إضافة إلى طباعة العملة خارج نظام المصرف المركزي ومحاولات بيع النفط الليبي خارج نطاق الشرعية، خارج نطاق مؤسسة الوطنية للنفط. لذلك طالبنا بتشكيل لجنة فنية تحت إشراف الأمم المتحدة ومن المؤسسات الدولية المختصة لمراجعة أعمال المصرف المركزي في طرابلس وفرعه في البيضاء، ونرى أن هذا الإجراء يدعم الشفافية ويوضح الحقائق ويخرس مزاعم المتمرد وأبواقه. السيدات والسادة، لقد طالب مجلس الأمن والعديد من الدول أن توقف ميليشيات المتمرد عدوانها وتعود إلى مواقعها السابقة، لكنه تجاهل هذا المطلب وواصل عدوانه المستمر منذ قرابة 6 أشهر، حيث فقد الليبيين خلالها نحو 3000 مواطن من أبنائهم وجرح الآلاف وشرد مئات الآلاف من المواطنين، علاوة على الأضرار التي أصابت البنى التحتية والمرافق العامة والمستشفيات الميدانية والكوادر الطبية والمطار المدني الوحيد بالعاصمة المتاح للمسافرين ونقل الجرحى. وشملت المآسي عشرات المهاجرين الذين تعرضوا للقصف، ولقد طالبنا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، وما زلنا ننتظر الاستجابة لهذا الطلب ليتعرف المجتمع الدولي على حجم وبشاعة الانتهاكات التي ارتكبها المتمرد حفتر ليوصف عن حق بمجرم حرب. وإذا سردنا ما يرتكب في المناطق البعيدة عن المعارك الواقعة تحت سلطته العسكرية، ستضاف إلى جرائم الحرب جرائم بشعة أخرى، من عمليات قتل خارج نطاق القانون، نذكر منها على سبيل المثال ما قام به ويقوم به أحد قادة ميليشياته المدعو محمود الورفلي،
الذي أصدرت المحكمة الجنائية بحقه مذكرتي اعتقال لارتكابه سلسلة من الإعدامات لأشخاص معصوبي الأعين تحت عدسة الكاميرات، وما زال هذا المجرم في موقعه يمارس انتهاكات جديدة. لقد سيطرت أجواء الرعب على تلك المناطق بعد تكرار عمليات التغييب التي من ضمنها خطف النائب في البرلمان السيدة سهام سرجيوة. وكل ذنب السيدة سرجيوة إنها طالبت في برنامج تلفزيوني بإيقاف الاعتداء، كما تزدحم سجون هذا المستبد بكل من أبدى رأياً مخالفاً، ولا تتوقف الانتهاكات عند ذلك، فشواهد الفساد المالي والإداري واضحة. ولقد طلبنا بفتح تحقيق دولي في جميع الجرائم والانتهاكات والتجاوزات. سيدات والسادة، لقد فشل العدوان على طرابلس في تحقيق أهدافه، ودفع يأس من كان ورائه إلى توسيع دائرة الحرب لتشمل مهاجمة مدن أخرى، الأمر الذي روع المواطنين الأبرياء وهدد حياة وممتلكات الكثيرين منهم. نحن دعاة سلم وتوافق، ولن نسمح بعسكرة الدولة وإفساد حلم الليبيين بدولة مدنية، وإننا عازمون وواثقون من دحر العدوان وتلوح بوادر انتهاء الحرب فيما تحقق قواتنا من انتصارات. لذا فنحن مشغولون أيضا بالمستقبل ونخطط للمرحلة المقبلة، حيث طرحت مبادرة في يونيو الماضي كمدخل للاستقرار وإنهاء المراحل الانتقالية. إن العملية السياسية تحتاج إلى أناس يحترمون عهودهم ووعودهم ويؤمنون بالديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، وعلى المجتمع الدولي عدم اختزال المنطقة في شخص، فيمكن لهذه المنطقة كالمنطقة الشرقية أن تبرز ممثلين من القيادات السياسية والاجتماعية والفكرية لتمثيلها في أي عمل سياسي قادم، والمشاركة في الملتقى الوطني الليبي الذي دعوت لحضوره. جميع القوى الوطنية ومكونات الشعب الليبي من جميع المناطق الذين يدعون إلى حل سلمي ديمقراطي ولا مكان فيه لدعاة الاستبداد والدكتاتورية، والذين تلطخت أيديهم بدماء الليبيين. لقد اقترحت أن يتم خلال هذا الملتقى الاتفاق على خارطة الطريق للمرحلة القادمة وإقرار القاعدة الدستورية المناسبة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، واعتماد القوانين الخاصة بذلك من قبل لجنة قانونية يسميها الملتقى، وذلك بالتنسيق مع الأمم المتحدة وبإشراف دولي لضمان نزاهة الانتخابات ونتائجها، وأن تشترك الأمم المتحدة مع المؤسسات التنفيذية والأمنية في كافة المناطق لضمان الأمن وتوفير الإمكانيات والموارد اللازمة للاستحقاق الانتخابي. تضمنت المبادرة أيضاً تفعيل الإدارة اللامركزية والاستخدام الأمثل للموارد المالية والعدالة التنموية الشاملة لكل مناطق ليبيا، مع ضمان الشفافية والحوكمة الرشيدة، كما أكدنا على أهمية تحقيق مصالحة وطنية شاملة، واقترحنا هيئة عليا للمصالحة تنبثق عن الملتقى تعمل على تفعيل قانون العدالة الانتقالية والعفو العام وجبر الضرر ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. سيدات والسادة، إن مهمتنا هي وضع القواعد والأسس للدولة المدنية المنشودة، ومن أهمها إنجاز الدستور والإشراف على الاستفتاء حوله وإجراء الانتخابات العامة. وستعمل الحكومة بكل إمكانياتها لإنجاح هذا الاستحقاق الذي يمثل المرحلة النهائية للمسار التأسيسي، كما يعد
آلية لإنهاء الكيانات الانتقالية وتأسيس الدولة المدنية الحديثة. ونعمل بموازاة ذلك على معالجة العديد من الملفات الأساسية، أولها الوضع الأمني، حيث بدأت حكومة الوفاق الوطني بنجاح تنفيذ ترتيبات أمنية بالتنسيق مع الأمم المتحدة لإرساء النظام العام الذي يستند على قوات أمن وشرطة نظامية تعمل وفق معايير مهنية. أيضاً وضعنا برنامجاً لجمع الأسلحة وتخزينها وتأمينها، وبرامج لإعداد وإدماج المقاتلين في المنظومة والمؤسسات العسكرية والأمنية. ولقد نجحنا في احتواء جل التشكيلات المسلحة في تلك المنظومة، كما وفرنا فرص وبرامج تهيئة لمن يرغب في العمل في المؤسسات المدنية. الدولة وحدها من يحتكر السلاح، وهي المخولة بالاستخدام الشرعي للقوة. إن هذه الترتيبات تمثل في نظرنا فرصة ومدخلاً لبناء مؤسسة أمنية عسكرية موحدة في كامل البلاد. سيدات والسادة، لقد أطلقنا بموازاة الترتيبات الأمنية برنامجاً للإصلاح الاقتصادي يستهدف تصحيح ومعالجة التشوهات في الوضعين النقدي والاقتصادي. ولقد لمس المواطن سريعاً نتائجه الإيجابية بتراجع التدهور في سعر العملة الوطنية وانخفاض أسعار المواد الأساسية، كما تقلص العجز العام. وهذه مرحلة أولى تتبعها مراحل متفق بشأنها مع المصرف المركزي والمؤسسات الاقتصادية والمالية لإنعاش الاقتصاد. إننا نتطلع إلى شراكة مع الدول الصديقة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية من خلال استثمارات مشتركة وبرامج ومبادرات في المجال الاقتصادي والبنية التحتية والنفط والغاز والطاقة والقطاع المالي وقطاع الخدمات والاتصالات والسياحة. وفي هذا الإطار كان لنا يوم أمس لقاء مهم مع عدد من الشركات الأمريكية ذات العلاقة لإيجاد الأرضية المناسبة لاستئناف العمل المشترك وتطويره. وعلى سبيل المثال تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة جي إي في مجال الطاقة والكهرباء. إن ليبيا تعد دولة ثرية بقياس الموارد لعدد السكان، وتمتلك مقومات النهضة وعوامل الجذب بما يتوفر لها من كفاءات وإمكانيات وثروات طبيعية، وموقع جغرافي متميز وساحل على البحر المتوسط يصل إلى قرابة 2000 كيلومتر. وبإمكان الليبيين أن يرتقوا ببلادهم لتكون في مصاف الدول المتقدمة، ويجب أن نسابق الزمن. كل ذلك في ظل دولة ديمقراطية تحترم الاختلاف والتعددية والتنوع الثقافي، دولة المؤسسات والقانون. أشكركم على حسن الإنصات. Thank you very much for coming to Saiz and for your kind words and sharing your thoughts on what's happening in Libya, a topic that I think most of us have been following in the news for years up and down. I will reserve the right to ask my own questions, but let me start off with questions from the audience. Anybody specific? Okay, let's take two or three. Deborah as well, okay. Bill and Professor. Can I start with Deborah first, please? Yeah. Any microphones? Ahlan wa sahlan bi Washington. If you had the proverbial one wish from the government of the United States, what is the one thing that this administration could do
to help you advance what you've just said, to race toward development under a democratic umbrella? What's the one thing you would ask if the president said this but no other? اسمي عبد الحكيم محمد التنادي ناشط حقوقي والمدير التنفيذي للمؤسسة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية الأمريكية لحقوق الإنسان. السيد معالي رئيس حكومة الوفاق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لا يخفى عليكم أن العدوان الغاشم على طرابلس قد تسبب في مقتل وجرح الآلاف من الأبرياء، ومن ضمنهم أخي مصدق محمد التنالي الذي قتل أثناء محاولته إنقاذ مدنيين في منطقة عين زارة إبان العدوان على طرابلس. وعلى إثر ذلك قمنا نحن أعضاء الجالية الليبية وأعضاء للمؤسسة الحقوقية برفع قضية لدى المحاكم الأمريكية بالنيابة عن 3 عائلات فقدوا ذويهم أثناء القصف العشوائي. سؤالي هنا لحضرتكم، هل قمتم بصفتكم رئيسة لحكومة الوفاق برفع أي دعاوى جنائية ضد من تورطوا في جرائم حرب وعلى رأسهم خليفة حفتر؟ وهل تم متابعة تلك القضايا قانونياً؟ وشكراً جزيلاً. Okay. I don't know if you guys got the translation or he did the translation for you. I can translate. No, it's okay. It's okay. He already did. Okay. Bill? Dr. Bill. thank you for coming today. I have a question that's relatively narrow, but it's not well exposed. You outlined well the war crimes coming from the East and the economic mismanagement. And those have also been sort of well outlined here. But what people don't know much about is the attack on democracy. I mean, the Civil War started with an attack on parliament. Elections have been outlawed in the East and military governors put in. And in that context of the attack on democracy, I was wondering if you could say something about, how the East could get back towards democracy. Is it only about removing the guy at the top, or is there other things that have to happen structurally for Eastern Libya to become again part of this democratic effort that you would like to start up again in the East? Okay, let's give Faiz a chance to answer at least these questions, and then we'll go from the run. شكرا لهذه المداخلات وهذه الأسئلة القيمة. سؤال بتاعت السفيرة السيدة دبرا، يعني هي طبعا العلاقة بيننا وبين الولايات المتحدة ليست في إبداء رغبة، لأن أصلا نحن في تعاون حاليا مستمر مع الولايات المتحدة. لكن إن كنا نريد اختصار حسب ما ترغبين في رغبة أو في جملة قصيرة، ما نوده أن يتم تحجيم المعرقلين السياسيين الحاليين حتى يمكننا المضي في بناء دولة. ما حدث طيلة 3 سنوات الماضية لم يكن هناك تعامل حازم مع هؤلاء المعرقلين، وأنا لا أتحدث عن حفلة فقط، هناك كثير من المعرقلين الآخرين. لكن ما حدث من عدوان يوم 4 أبريل أعتقد نقلة في الصراع السياسي في ليبيا لا يمكن تجاوزها ولا يمكن الوقوف عندها أو الاستمرار في الانتظار حتى يكون هناك توافق سياسي وحتى يكون هناك اجتماعات ومبادرات وملتقيات دولية. الأمر أعتقد تجاوز هذا بكثير، فيجب إيقاف هذا الاعتداء وتحجيم المعرقلين السياسيين حتى يمكن نحن نواصل ما بدأناه منذ البداية. Can you guys hear okay? Yes.
أتمنى أن أكون أجبت على تساؤلك سيدة دبرا. طبعا بالنسبة لي أخونا عبد الحكيم، أولا تعزينا في أخونا المصدق وكل من يعني توفى خلال هذا الاعتداء وغيرها من الاعتداءات السابقة، ربنا يتقبلهم برحمته. بالفعل نحن قمنا بتوثيق هذه الانتهاكات والتجاوزات وقدمناها لمحكمة الجنايات الدولية ونتبعها من قبل مؤسسات الدولة الليبية، فنحن جادين في تتبع كل من ارتكب هذه المخالفات في حق الليبيين. فترك تماما حقوقهم الليبيين إن شاء الله نتابع فيها مدام نحن قاعدين في هذا الموقع، وأعتقد هذا أقل ما يمكن أن نقدمه تجاه أبنائنا الليبيين. السيد بيل، أنا قد نختلف معك في انتهاكات قادمة من الشرق. الموضوع مش ليس الشرق وغرب وجنوب، انتهاكات قام بها أشخاص محددين بعينهم، تجاوزات قام بها أشخاص محددين بعينهم يجب محاسبتهم. بالفعل يعني هناك كثير من التجاوزات اللي هي نحن لما نتحدث مع الجانب الأمريكي، بالذات أمس كانت لدي بعض اللقاءات، نحن يعني نتحدث على قيم ومبادئ. لما نتحدث على الدولة الديمقراطية والدولة المدنية وعدم عسكرتها تداول السلم من السلطة، هذه قيم ومبادئ. أعتقد هذا هو القواسم المشتركة نحن بين. فما تم للأسف في مجلس النواب باختطاف مجلس النواب بهذه الطريقة، بحيث أصبح لا يؤدي دوره كما يجب، وتكميم الأقوى في المنطقة أو المناطق اللي تحت السلطة العسكرية، هذا هو ما يجب إيقافه. هناك أمثلة وشواهد كثيرة زي ما تفضلت. موضوع الانتخابات، هناك بلديات منتخبة تم تغييرها بمجالس عسكرية أو بحكام عسكريين، وهذا قمة الاستخفاف بمبادئ الدولة الديمقراطية أو بمبادئ الدولة المدنية. فأعتقد المشوار أمامنا طويل. هناك الكثيرين أو هناك البعض من يساند هذا التوجه للأسف، ممكن في مناطق مختلفة من ليبيا، لكن هذا دورنا نحن، محاربة التصدي لهذا المشروع. وأعتقد أن نحن نسير بخطى ثابتة في اتجاه إنهاء هذا المشروع والعودة بالمسار للدولة المدنية الديمقراطية. Okay, we'll go for another round. Dan, I looked for you earlier. Okay. Anybody else wants to ask questions? Dan, can you listen? Can you hear me? I looked for you earlier to give you the first shot of a question, but I couldn't see you. Is there anything on your mind you want to share? Well, I might ask this. The national dialogue in Libya failed. Why should your national conference succeed? Okay, we'll take another one or two questions. Dr. Hassan. Assalamu alaikum. فخامة الرئيس السراج ومركز معهد الدراسات في جامعة جونز هوبكنز، شكرا لكم. فخامة الرئيس، سؤالي يتعلق في تقييم مرحلة ما بعد حفتر. أنا أتمنى أنه يعني تضحيات وانتصارات القوات التابعة لحكومة الوفاق قادرة وكفيلة بأن ليس فقط صد العدوان على طرابلس، وإنما القدرة على إيقاف المشروع العسكري الغاشم في كل ليبيا. يجب استشراف مرحلة ما بعد حفتر. ما هو تصوركم فيما يتعلق بالقدرة على تحييد الخلافات الموجودة وقدرة على تجميع القوة الضاربة لحكومة الوفاق وتأطيرها ضمن المنظومة العسكرية، ثم الخروج بمشروع قومي على مستوى الوطن قادر على استيعاب من يؤمن بالدولة المدنية ومن هو يرغب أن يكون شريك في بناء الوطن، سواء كانوا من أنصار النظام السابق أو سواء كانوا ممن كانوا طرف في يوم من الأيام من المشاريع الأخرى
الموجودة في إطار الوطن خارج مشاريع العسكرة. وشكرا. السؤال الأول طبعاً سؤال مشروع، كيف يمكن لملتقى وطني ينجح في حين أن الحوار أو الاتفاق السياسي يعتبر البعض فشل، لكن لنناقش معاً أسباب فشل الاتفاق السياسي، لأن لم يتم الالتزام بما ورد فيه. الأجسام المنبثقة كما ذكرت لم تلتزم بما ورد في الاتفاق السياسي، وبدل ما تطبق الاتفاق السياسي لجأت إلى مناورات ومساومات حتى عاقت تنفيذ الاتفاق السياسي، والآن تحاول الإجهاض عليه بالكامل وليس تعطيله. أما حديثنا على كيف يمكن للملتقى وطني أو مؤتمر وطني أن ينجح في حين أن اتفاق سياسي أو حوار سياسي فشل، أعتقد أن هذا المسار اللي إحنا يجب أن نسير فيه. صحيح قد تكون هذه الثقافة ما هيش موجودة عند بعض الفئات المجتمع الليبي، لكن يجب تطبيع هذه الثقافة عند هذه الفئات المجتمعية، لأن بدون حوار بين الليبيين وأن يجلسوا مع بعض، البديل الآخر أن هم يتجهوا للبندقية، وهذا ما يحدث الآن. بالتجربة لا حل عسكري في ليبيا، الحل سياسي، والحل السياسي لا يتم إلا عبر الحوار. فيجب علينا أن نحاول مرة، اثنين، ثلاثة، حتى يمكن أن نجد قواسم مشتركة تجمعنا، وهناك العديد من هذه القواسم تجمعنا، بحيث أن احنا نقدر ننجز ما يمكن إنجازه لبناء دولتنا. ممكن هو نفس السؤال اللي علاقة بالسيد عصام، دكتور عصام، مرحلة ما بعد هذا الصراع. أنا لما طرحت مبادرة في يونيو الماضي كان هذا هو جزء من هذه المرحلة اللي تحدثت عنها. الخلاف أو الصراع على السلطة في ليبيا لن ينهيه إلا انتخابات تنظم بطريقة نزيهة. هذا هو الصندوق الاقتراع الفيصل وليس صندوق الذخيرة. نستطعنا الوصول إلى هذا المسار وتطبيقه، أعتقد أن احنا نكون أنجزنا الكثير في إعطاء الحق للشعب الليبي أن يختار قيادات، وهذا يكون في إجابة على تساؤلك. بالفعل هناك طيف واسع من التيارات السياسية وغير السياسية في ليبيا، يجب أن هي تلتزم بهذه الانتخابات بنتائجها، من كنا نريد بناء دولتنا. باعتقادي الفرصة متاحة، بعض الأطراف تحاول أن تبعد هذا الهدف، وتشعرنا أن المناخ ليس مناسب للانتخابات ونحتاج لفرصة وإلى آخره، لكن في اعتقادي المضي أو الاستمرار في هذا العبث من المداولات والمشاورات والتدويل للأزمة الليبية بهذه الطريقة وسط تدخلات سلبية خارجية لن تخرجنا من هذه الأزمة. يجب أن نضع ديدلاين لموضوع الانتخابات، نتجه إليها بوضوح. المجتمع الدولي هنا يأتي دوره في إلزام كافة الأطراف بالالتزام بنتائج الانتخابات حتى يمكن تجاوز هذه الأزمات السابقة وهذه المراحل الانتقالية السابقة. كريم. Right here. No, here. Excuse me. He didn't want to give me the mic. Thank you very much, Mr. Sarraj, for your intervention and for being here with us. I have just one question. Before the General Assembly, you have been traveling after the 4th of April in various capitals, and you have met a lot of prime ministers and heads of state. Then you had this week at the UNGA, the General Assembly of the United Nations. Do you have the feeling that something is changing in the international arena, that something of the actors, foreign actors, who have been intermingling, rightly or wrongly, into the situation in Libya, are changing some positions, or you think that the polarization will continue and will not allow for a solution of the crisis? Thank you. Sure.
I had a very similar question. Several countries are supporting General Haftar. I wonder if you could specifically address why, and some of them in your region, I wonder if you could explain to us why each one of them is and whether or not you have ongoing contacts with these governments to try to change their mind. بالفعل قبل بعد الاعتداء 4/4 قمت بجولة في أوروبا وكانت لي لقاءات مع بعض رؤساء الدول أو رؤساء الوزارات. الموقف اللي حدث للأسف هناك بعض الدول راهنت بحسابات خاطئة على نجاح مغامرة متمرد يوم 4 أبريل. الآن هذه الدول أو بعض هذه الدول راجعت موقفها وراجعت حساباتها واتضح أن هذا لا يمكن تحقيقه عن طريق هذه المغامرة وعن طريق هذا المتهور. هذا الفرق بين بداية أبريل أو اللقاءات اللي تمت في ذاك الوقت وبين ما نراه اليوم من 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 مواقف بعض الدول أن هي راجعت نفسها وأصبحت على يقين أن الحل يجب أن يكون سياسي ويجب أن يكون عبر العودة العملية السياسية. طبعاً لما نتحدث عن العودة العملية السياسية هناك الكثير يمكن الحديث عنها. ما هي العملية السياسية؟ من هم الشركاء في العملية السياسية؟ للأسف نحن طيلة 3 سنوات كنا نتواصل مع طرف اتضح أنه لا يمكن أن يكون شريك في العملية السياسية ولا يمكن أن يكون شريك في السلام. كان يضمر العداء وينتظر هذه اللحظة للانقضاض على المسار السياسي. سؤال ثاني، بعض الدول طبعا دعمت حفتر أو أوهمها الطرف الثاني بأنه هو قادر على إنجاز المهمة خلال 48 ساعة. للأسف هذا لم يحدث. تبددت هذه الأوهام. نحن لم نقفل باب التواصل مع أي طرف حتى مع الدول اللي دعمت حفتر في هذا المجال. وأنا تحدثت في خطابي في الجمعية العامة على 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 فرنسا، تحدثت على الإمارات، تحدثت على أسف الإمارات يعني إعطاء المنصة العالمية بهذه الطريقة دعم مباشر وغير مباشر، الدعم اللي على الأرض اللي قاعد يصير. هذه جارة مصر نفس الكلام حتى هو قلنا عليها. فنحن لم نقبل باب التواصل مع أي طرف مع أي دولة. نتواصل مع فرنسا، يعني القنوات مفتوحة وفي يقيننا أن دبلوماسية دورها فتح القنوات وفتح المسارات السياسية وليس قبل لإقناع هذه الدول بأن حساباتها خاطئة، حيث أن تراجع موقفها، حيث أن هي توقف هذا التمويل وهذا الدعم العسكري أو الإعلامي أو الجستي أو غيره وغيره أو السياسي للطرف الثاني اللي هو لن يصل بينا لنتيجة عن طريق الحل العسكري. فالتواصل مستمر مع هذه الدول، لم نقبل باب التواصل. Okay, another round. Okay, let's start with you. We'll take one from the back, so I don't. Who's raising? Yes. Okay, then we'll take. Who is Sayed Ibrahim? Sorry. Salam alaikum. عندي سؤال. في البداية فاضل مصطفى الأشهب ناشط سياسي واستاذ جامعة هوارد. ممكن توقف بس يشوفوك. باعتبار واشنطن دي سي العاصمة السياسية ومهمة لكل القرارات وما لها من تأثير مباشر على صناع القرار، لم نرى قنوات اتصال فعالة ومؤثرة على صناع القرار في واشنطن دي سي من خلال حكومة الوفاق ووزارة الخارجية والسفارة الليبية بواشنطن دي سي، ولم تستطيع التأثير ووضع الخطط اللازمة للاتصال بالحكومة الأمريكية وأعضاء الكونغرس من أجل توضيح وإدانة العدوان على طرابلس. من جهة أخرى نجد أن مجرم الحرب حفتر
وغير المعترف به استطاع الوصول إلى مستشارين ترامب وإقناع ترامب بالاتصال بحفتر مباشرة. يعني فما هي الجهود المستقبلية والخطوات التي سوف تتخذها حكومة الوفاق من أجل إيجاد قنوات اتصال فعالة توضح لصناع القرار الأمريكي المعاناة التي يمر بها ليبيا والجرائم اليومية التي ترتكب فيها ميليشيات حفتر في طرابلس وضواحيها؟ شكرا. سيد إبراهيم and then we'll come. بسم الله الرحمن الرحيم. أرحب بالسيد فايز، والحقيقة أنا كنت لا أريد أن أشارك لأن تواصلنا في طرابلس ومحادثاتنا في طرابلس، ولكن هناك سؤال أثير، يعني أثار في نفسي سؤال، أسئلة أثيرت وأثارت في السؤال. طبعا حرب حفتر في ليبيا ليست 6 أشهر وإنما 5 سنوات. لا ننسى حربها على بنغازي، تدمير بنغازي، تدمير درنا، والحرب التي شنها الآن في الجنوب ثم في طرابلس. 5 سنوات مرت، في طرابلس 6 أشهر مرت. 6 أشهر يبدو أن هي لم تكن كافية، الدبلوماسية لم تكن كافية فيها لإقناع دولة الإمارات أن تتوقف عن إرسال الطائرات المسيرة ولا سيارات المدرعة تايجر ولا مختلف الأسلحة، ولم تستطع أيضا الدبلوماسية الهادئة أن تقنع مصر بأن تتوقف من إرسال من فتح الحدود المصرية الليبية التي لا تخضع لأي رقابة دولية. الأمم المتحدة تجري رقابتها على أعالي البحار، لكن الحدود الليبية المصرية مفتوحة لوصول الذخائر وغيرها. وأيضا يبدو أن الدبلوماسية لم تستطع أن تقنع فرنسا أن تتوقف عن دعم حفتر والسعي والحرص على أن يبقى في المشهد السياسي وأن يكون له دور في المستقبل. الآن دبلوماسيتنا أيضا أدت إلى أن هناك عنصر جديد في المعادلة، وهو فاغنر التي جاءت من روسيا، ولا نستطيع أن نقول بأن فاغنر مؤسسة مستقلة لأن روسيا ليس هناك فيها مثل هذه الاستقلاليات. فاغنر الآن تقاتل في أبنائنا وتقتل في أبنائنا في طرابلس وفي غيرها من المناطق. أما أنا الوقت لحكومة السيد السراج أن تتخذ مواقف، وأيضا هي مواقف دبلوماسية تجاه هذه الدول، أن ترفع شكوى واضحة إلى مجلس الأمن حول هذه التدخلات. الإمارات لم تتدخل فقط، لم يكن تدخل الإمارات فقط بإعطاء مؤتمر صحفي يسير الحرب في ليبيا، ولكنها تساهم مساهمة مباشرة وفعلية وللأسف شديد فعالة في إذكاء الحرب ضد طرابلس وفي تمكين ميليشيات حفتر أن تستمر في محاربتنا. إذن لابد من أن يكون هناك موقف. لماذا ليس هناك هذا الموقف من حكومة السيد السراج أن تطالب مجلس الأمن أن يدرس هذه المسائل، أن تقف لقطع العلاقات أو لإجراء تشاورات معينة لإشعار هذه الدول بمقدار استيائنا، بمقدار الأسهم والخناجر التي طعننا بها من إخواننا أشقائنا في الإمارات في مصر، من صديقتنا فرنسا، من أيضا روسيا التي طبعت حوالي 30 مليار الآن من الدينار الليبي وأدت إلى إغراق السوق الليبية، أدت إلى إغراق الدينار، أدت إلى إعطاء المجدر حفتر أموال يستطيع أن يشري بها الضمائر ويستطيع أن يصرف بها على حربه تجاه ليبيا. فهذا هو سؤالي الحقيقة، هذا السؤال يدور في أذهان كثير من الليبيين، لماذا لم يكن هناك موقف جاد وموقف فعال فيما يتعلق بهذه المسائل؟ One other question and then I'll come back. Thank you. Thank you, Mr. Prime Minister. I find your civilized way of dealing with the issues in Libya today very honorable. And my question is based on your constitution. Please correct me if I'm wrong, but I believe you're still running on the 2011 constitution, which in the preamble states that when there is a popular referendum, there will be a new constitution that defines your nation.
How crucial is a new constitution to your platform of providing the civilians with their inalienable rights and also a right to protection? Thank you. طبعا السؤال الاول فيما يخص دور الخارجيه ودور سفارتنا في واشنطن وتواصل مع مختلف الدول. طبعا احنا اليوم في واشنطن فنتحدث على الاداره الامريكيه بالتاكيد. يعني انا مش هناخد دور الموقف المدافع عن الخارجيه وعلى السفاره، لكن نبي نتحدث بمنظور اوسع شويه، لان البعض يعتقد ان يعني مواقف الدول تتغير بوضع سفير وبعلاقه سفير وب الموضوع عند بعض الدول أكبر من هذه، يعني الدول تحكمها مصالح ومطامع أكبر من أن غيرها اتصلت بسفير ولا اتصلت بمستشار ولا درت مكالمة تلفونية وغيرها. فنعطوا الأشياء حجمها الحقيقي حتى يمكننا نحن كيف نقدر نتعامل معه. تواصلنا مع الإدارة الأمريكية لم يتوقف، بالعكس يعني عندنا تواصل مثمر جدا. يعني سفارتنا برضو حتى هي قامت بجهد، ممكن ما وصلناش نديروا مكالمة تلفونية مع الرئيس ترامب، لكن كان في تواصل جيد. وما ننسوش ان القصة مش ان مستشاري حفتر تواصلوا مع الإدارة الأمريكية، موضوع أكبر برضو. مرة أخرى هناك دول داعمة تقوم بدور لوبينج في الإدارة الأمريكية، وأعتقد حضور أدرى بهذه التفاصيل. فاللي منقوله ما خلي يكون في يعني الجهود هذه تكون تراكمية، وندعم سفارتنا وندعم خارجيتنا في كل ملتقياتنا. ما فيش داعي في المرحلة هذه الصعبة ان احنا نكسر بعضنا، والانتقاد والنقد، النقد البناء مطلوب لكل مؤسسات الدولة، لكل سفاراتنا، لكل مسؤولين. لكن الموضوع اللي نشوف فيه ماهوش بالبساطة اللي احنا لبعض يتصورها، ان احنا مغيروا موقف دولة يعني ينقلب الموقف في 180 درجة. يحتاج إلى تغيير وجهة نظر. بعض الدول عندها مصالح، بعض الدول تستعمل في الملف الليبي مش لغرض ليبي، مساومات مع دول أخرى لملفات أخرى. فليبيا هي عبارة عن ترس صغير في لعبة دولية كبيرة. طبعا أخي إبراهيم، أنا أتفق معك بالفعل. مشروع حفتر لم يبدأ منذ 6 أشهر، كان ما فعله طيلة الفترة الماضية في مناطق مختلفة وآخرها قبل دخول طرابلس في الجنوب. ما زال الجنوب يعاني، وما يحدث في مرزق من مجازر حاليا تعتبر جرائم حرب، قصفة لاستهداف المدنيين وإلى آخره. فطبعا هناك أكثر من نظرية في هذا الأمر. البعض يقول لك صعد الموضوع، أرفع شكوى برا، أقطع علاقاتك مع مصر والإمارات وفرنسا وموسكو، وهذا الموقف أنت لازم يكون ثبتوه، وهذا موقف واضح للدولة الليبية ولحكومة الوفاق. في نظرية أخرى تقول لك لا، أنت إحنا مش في وضع الدولة الليبية حاليا تأخذ المواقف دي، يجب ترك الأبواب مفتوحة للتواصل لعل أنك أنت تقدر تحييد بعض المواقف. وبالفعل ما حدث موقف بعض الدول يوم 4 أو يوم 7/4 مش موقفها يوم 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 7/9. فنحتاج إلى سياسة نفس طويلة مع هذه الدول. احتجاجاتنا قاعدين نقدموا فيها، استنكارنا وإدانتنا لمواقف هذه الدول واضحة. ما يحتاجش أن التشكيك في أن حكومة الوفاق ما قامتش بدورها أو هي تساهلت مع هذه الدول. بالعكس، موقفنا في كل لقاءاتنا ومحافلنا الدولية والإقليمية موقفنا واضح، لأن في ناس قاعدة تموت، قاعدة تشرد، وقاعدة تجرح، وقاعدة تنزح. فهذه كلها أعتقد اللي نقوم به ما يجي شيء أمام ناس قاعدة تقاتل في خطوط النار وتدافع علينا أمام مشروع عسكري أو مشروع لعسكر الدولة. فنحب نطمنكم رأي الأمور طبعا ما هيش وردية بالتأكيد. نحن في حالة حرب، يعني استعمال كل الأدوات مطلوب. نحتاج إلى تكاتف الجهود. الحمد لله عندنا ليبيين في ساحات كثيرة، وفي واشنطن في قامات كثيرة موجودة نعتز بها. نحتاج إلى جهودها، إلى تواصل معها، إلى تكتيف جهودنا مع بعض، مع سفارتنا، مع خارجيتنا، مع دولتنا، مع الثينك تانك الموجودة في 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 في, في,
في واشنطن وفي الولايات الأخرى كيف إن إحنا نوصل إلى مراكز اتخاذ القرار أو أصحاب يساعدونا كيف نعملوا الموضوع اللابينج بطريقة وصلنا النتيجة اللي إحنا نبغاها. يعني النقطة اللي بنقولها بنأكد عليها نحتاج إلى تكثيف الجهود في هذا الموضوع، ويا ريت عن طريق سفارتنا يكون في لقاء مع بعض الأطراف بحضور السفيرة بحضور أي طرف آخر إن إحنا نحاولوا ننهض بهذا العمل بشكل إيجابي. Okay, we have only. مازال في سؤال على السؤال. طبعاً نحن إلى الآن اللي نعمل به الإعلان الدستوري المؤقت اللي تم أيام المجلس الانتقالي. فيه مشروع دستور تم إنجازه أو جاهزاته الهيئة التأسيسية للدستور وجاهز وسلمته بحيث أنه هو يكون جاهز للاستفتاء عليه. طبعاً هذا لم يحدث وتم عرقلة هذا المسار ولأسباب كثيرة. بعض يشوف ان هذا المشروع الدستور غير 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 مكتمل الاركان، والبعض يشوف ان هذا المشروع تم سيطر عليه من قبل طيف سياسي معين وبالتالي تم توجيهه في اتجاه معين. فاحنا وجهه نظره، وانا كان لي لقاءات متعدده مع اعضاء الهيئه او بعض من اعضاء الهيئه التاسيسيه للدستور، ان هذه هي اول مراحل ديمقراطيه اللي احنا نتكلم عليها. اعطي للناس الفرصه ان هم يقولوا رايهم في مشروع الدستور. لا يجب الاختزال او نحن نمنع الراي، نمنع الناس او نمنع الشعب الليبي يعطي رايه. ممكن جدا يرفض الدستور هذا، وهناك اليه لمراجعه الدستور مره اخرى. ففي افكار كثيره عرضناها في مرحله سابقه ان ممكن احنا يكون فيه استبعاد بعض البنود اللي هي موضع جدل او موضع خلاف بين الليبيين في هذه المرحله، والاستفادة من مشروع الدستور في بعض مواده أو بعض أركانه أو بعض فصوله حتى تمكننا من تجاوز هذه المرحلة، ونحن نقدر نستند عليه كقاعدة دستورية في عمل انتخابات رئاسية وبرلمانية. الدستور يمكن تعديله، يعني في وقت 5 سنوات قابل للتعديل بالأخير. صحيح وثيقة مهمة لكن يمكن تعديله. فأنا في اعتقادي ما زلت أصر أن الاستفتاء عليه أعتقد خطوة مهمة، بالرغم أن البعض ينتقد في الدستور ولم يقرأ ولا يعرف مكوناته، بس يعني ماشي مع التيار العام. الدستور إخواني، الدستور ما يستحش، والدستور غيره، وهم ماشيين بهذه الطريقة. فنحتاج إلى أن احنا لو وردنا بالفعل نثبت مسار ديمقراطي، وأعتقد الاستفتاء عليه خطوة مهمة جداً، أو أن الملتقى الوطني يتفق على قاعدة دستورية أو قواعد دستورية يمكن الاستفادة بها حتى يمكن أن احنا نحقق أو ننفذ الانتخابات التشريعية والبرلمانية. Okay. We have three there. You start first and then one from you and أخونا غد. And then you. أهلا وسهلا سيد رئيس سراج. اسمي جلال حرشاوي. From the Institute Klingendael in the Netherlands. I have one very specific question. A lot of the people who do support Haftar and his offensive today, they often refer to the 27th of February, the meeting in Abu Dhabi, and they say that you at some stage authorized the entry in Tripoli and then went back home and changed your mind. I'd like to have your version of what actually happened. Thank you. السلام عليكم حضرة الرئيس. السلام عليكم الحضور كلكم جميعا. أستاذ فايز، يعلم الجميع أن بداية الحملة على طرابلس كانت تحت فزاعة داعش ومحاربة الأرهاب والقصة هذه، وبعد ما اتضح للجميع الموضوع ظهرت الآن فزاعة جديدة وهي توزيع الثروة. شخصياً نعلم أن الميزانية العامة في الدولة الليبية اللي هي تحت حكومة الوفاق توزع على ليبيا بالكامل وفقاً للميزانية وفقاً للبنود المقترحة. وأكثر من هذا، وزير المالية السابق والوزير الجديد هم
توافقيين وليس من المنطقة الغربية. نأمل من حضرتك توضيح الموضوع للحضور وأخذ الموضوع أيضا بعين الاعتبار لتوضيحه للعالم. شكرا. بس ممكن تعرف نفسك. أحمد شقلوف. Question to concentrate on the topics at hand that we're dealing with Washington, not necessarily domestic policy issues in Libya. So please address your questions mainly to the international relations side. Assalamu alaikum, Musaddaq Hubrar from the Alliance of Libya, the American. Fakhamat Rais, shukran jazilan li wujudak ma'ana al-yawm. Nahnu ala yaqeen an مشروع العسكرة في ليبيا دخل في مراحله النهائية. فسؤالي يتعلق، هل يوجد لدى حكومة الوفاق الوطني استراتيجية أو رؤية واضحة للتعامل مع القوة الضاربة اليوم التي تدافع عن العاصمة؟ هل يوجد أي استراتيجية لإعادة دمج هذه القوات؟ وبحكم وجودنا اليوم في واشنطن، هل يوجد شراكة أو استراتيجية أو مبادرة مع الإدارة الأمريكية للتعامل مع هذا الملف؟ شكرا جزيلا. السؤال الأول له علاقة بلقاء أبو ظبي. طبعا لقاء أبو ظبي كان تقريبا سادس لقاء يجمعني بحفتر، والتقينا قبل في باريس وأبو ظبي وباليرمو وإلى آخره. طبعا هذه التسويق اللي حاول أنصار حفتر يسوقوه، اللقاء كان حاضر غسان سلامة لمدة ساعة ونص، وأعتقد أن الطرف اللي كنا موجود عنده أكيد في تسجيل موثق لهذا اللقاء. لا أتوقع أنه هذا اللقاء ذهب أدراج الرياح، فكان لقاء واضح جدا. والغريب في الأمر أنه هو بالعكس اللي صار، تحدثت معه بوضوح على خطورة الإقدام على خطوة عسكرية والتوجه لطرابلس، وأبلغته أنه هو عايش في وهم أن هناك خلاف بين القوة الموجودة في المنطقة الغربية، هذه القوة على خلافاتها ستتوحد وستواجه قواتك لو أنت تحركت لطرابلس. هذا كان الحوار بوضوح، وكان لنا مكالمة تليفونية يوم 25 أو 26 مارس اتصلت به، لأن كان في ترتيب للقاء آخر بحيث أن احنا نستكمل ما بدأناه في أبو ظبي، وتم الاتفاق على أساس أن احنا نلتقي في الجنوب، وكنت مصر أن يكون لقائنا في ليبيا داخل ليبيا. كان في خلاف أن احنا نلتقي في غات أو في سبها وغيرها، وهو قاعدة تمنهنت وأنا أصريت على جامعة سبها إلى آخره من التفاصيل، لكن كان هناك في اتفاق على لقاء آخر بعد لقاء 27 فبراير. في كان عنده تخوف من عقد المؤتمر الوطني الجامعي اللي هو يوم 14 ابريل، وكنا اتفقنا ان احنا نلتقوا قبل هذا المؤتمر، ومبدئيا حددنا يوم 10 ابريل. ما حدث انه هو يوم 4 ابريل حرك قواته لنسف هذا المسار السياسي بالكامل، فلم يكن هناك اتفاق، وبعدين تم تراجع فيه بالنسبة لدخول طرابلس. موقفي واضح معاه منذ البداية، مش في لقاء ابو ظبي حتى في غيرها من اللقاءات، ان الاقدام على اي خطوه عسكريه لدخول طرابلس هي عباره عن مغامره فاشله، وبالفعل هذا ما تم. طبعا السؤال الثاني هو يحاول تسويق ثلاثه اسباب لهذا الاعتداء. اولا ان يدعي ان هذا الاعتداء هو حرب على الارهاب، وهذه طرحتها في كلمتي الأولى، يعني ما لا أعتقد أنه يعني أحد يزايد على حكومة الوفاق في حرب على الإرهاب. النقطة الثانية توزيع الثروة برضو ذكرتها، هو حتى مصطلح توزيع الثروة لا أعتقد هو المصطلح السليم. يعني إن كنا نريد استخدام مصطلح الاستخدام الأمثل لمواردنا قد يكون أفضل، يعني كيف نوزع الثروة؟ وزي ما قلنا ثروة 65% منها تمشي مرتبات،
يعني و10% تمشي دعم محروقات، ما تبقى يصرف على البلديات وعلى القطاعات المختلفة سواء صحة أو تعليم أو بنية تحتية أو غيره وغيره أو شؤون اجتماعية. أي ثروة نتحدث عليها اللي مش نوزعها؟ فكل الليبيين قاعدين ياخذوا في حقهم من هذه الثروة ومن هذه الإيرادات. طبعا المبرر الثالث اللي حاول يسوقه أنه هو هذه حرب على الميليشيات، وهذا ممكن يجرنا لإجابة على السؤال السيد الفاضل. احنا بالفعل بدأنا في هذا الإجراءات، مش ان احنا ننتظر حتى ننتهي الحرب هذه، مش نعمل إجراءات. بدأنا وكانت في هناك ترتيبات أمنية وخطونا خطوات جيدة. لما دخلنا طرابلس كان هناك اكثر من 100 تشكيل مسلح، الآن نتحدث على 4 أو 5 تشكيلات موجودات في طرابلس. فالأمر بدأنا فيه، لا ننتظر حتى ننهي هذه الحرب. ودليل على هذا أن طرابلس قبل 4/4 من قام بزيارتها، وأعتقد يعرف الظروف الأمنية الجيدة اللي كانت فيها، وعودة أكثر من 40 بعثة دبلوماسية وسفارة إلى طرابلس، هذا دليل واضح على عودة الأمن لطرابلس. وبالفعل بدأت ملامح الوضع الأمني تتحسن بشكل مطرد، بشكل يعني بشكل ملحوظ. لكن ما حدث أن يوم 4/4 الاعتداء نسف كثير من هذه الجهود الأمنية والسياسية والاقتصادية وغيرها، ورجعنا لمربع أن كل القوى الأمنية الموجودة سواء كانت قوة مساندة أو قوة نظامية التفت والتحمت لتدافع العاصمة، لتدافع أهلنا، لتدافع بيوتنا في محاور القتال. فبنطمنك أن بالفعل احنا بدأنا في خطوات عملية، وعندنا تعاون حتى مع مؤسسات أمريكية في هذا الأمر، وهناك اتفاقيات معها في كيفية تنظيم المشهد الأمني، في كيفية إعادة بناء المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية، لأن بالفعل لم تكن هناك مؤسسة عسكرية لا في الشرق ولا في غرب. هذه الحقيقة المؤلمة. ليبيا. Good morning, Mr. President. Thank you for joining us today. My name is Lydia Japs, and I'm the director of the U.S.-Libya Business Association. In your address earlier, you mentioned the success of economic reforms enacted prior to the outbreak of hostilities this April. Could you tell us a little bit more about your administration's plans to diversify and modernize the economy of Libya and also to reunify economic institutions? Have to get some students in. Yes, please. Hello, Mr. Prime Minister. Thank you for coming to speak with us this morning. A couple of months ago, Haftar's forces landed an airstrike on a migrant detention facility in Tejoura that killed 55 people. Since then, the United Nations has kind of asked the Tripoli government to close the detention facilities, many of which have suffered human rights abuses, according to news reports. And I'm wondering, since then, what has the government done to improve the conditions or to help these asylum seekers that have been displaced by conflict? Thank you. One last question. Anybody from SAIS in the back? Okay. Thank you. My name is Sam. I'm a second-year MA student here. My question is about inclusive governance. How, going forward, can you ensure that Libya is going to be inclusive not only with regard to gender or persons with disabilities, but also the ethnic minority, specifically in the South? السؤال الأول له علاقة بالإصلاح الاقتصادي، وتحدثنا على نحن بالفعل في سبتمبر الماضي بدأنا خطوات عملية لموضوع الإصلاح الاقتصادي في وضع رسوم على بيع النقد الأجنبي، وهذه طبعا خطوة أولى مكنتنا من السيطرة وكبح جماح السوق الموازي. هذه أدى إلى خفض أسعار المواد الأساسية، أدى إلى خفض الدين العام أو العجز العام بالنسبة للدولة الليبية. فهناك خطوات أخرى نحن حتكون في الفترة القريبة القادمة في معالجة موضوع دعم المحروقات، فهي عبارة عن سلسلة متكاملة من معالجات اقتصادية ونقدية يعني مرتبطة ببعضها،
بحيث ان احنا نعالج التشوهات في الوضع الاقتصادي. طبعا في اشياء لا علاقه قد تكون لا علاقه بتشريعات وبقوانين. للاسف المؤسسه التشريعيه بالوضع الحالي قد لا تتمكن من معالجه هذه القوانين، لكن اي شيء له علاقه باجراءات او بقرارات السلطه التنفيذيه نحن نتحرك بشكل فاعل حتى نصل الى يعني الى مقاربة جيدة في إصلاح الوضع في 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 إصلاح النظام الاقتصادي. طبعا يعني لما نتحدث عن النظام الاقتصادي لا يمكن فصله على الانقسام السياسي، لا يمكن فصله على 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 الوضع الأمني. هي عبارة عن ثلاثة أوجه لنفس العملة نتحرك فيها يعني في نفس الوقت، فمحتاجين لاستقرار حتى يمكن لهذا الإصلاح أن يعطي ثماره. فلا يمكن أنك نحن نتحدث على إصلاح اقتصادي وفي جزء من الدولة قاعد يطبع في عملة خارج نطاق المصرف المركزي. لا يمكن أنك أنت تتحدث على إصلاح اقتصادي وأنت ما عندكش كنترول على سعر بيع الوقود في بعض مناطق. فهي مرتبطة مع بعضها بحيث أن احنا نصل إلى منظومة اقتصادية موحدة يمكن عن طريقها نطبق هذه الإصلاحات هدية ونراقب تنفيذها. بالنسبة لموضوع الهجرة غير الشرعية وقصف مركز اللواء، بالفعل كانت يعني كارثة، كانت جريمة حرب مكتملة الأركان. نحن هذا الموضوع طبعا يعني خضناه كثيرا مع جيراننا الأوروبيين وبدأت مع إيطاليا وغيرها، وهذه ليبيا ضحية لهذا الملف أيضا لأن نحن يعرقنا هذا الأمر نزوح مئات الآلاف. يعني مش نعطي الصورة، نقرب الصورة أكثر لأذهان الحضور، هناك ما يقارب من 600 إلى 800 ألف مهاجر غير شرعي على الأراضي الليبية. لما نتحدث على مراكز الإيواء نتحدث على بحد أقصى 10,000 مهاجر غير شرعي في مراكز الإيواء، فما فيش نسبة وتناسب بين الموجودين على الأرض الليبية وبين الموجودين في مراكز الإيواء. ونحن بالفعل بدأنا في قفل مراكز الإيواء لأن أصبحت هذه المراكز عبء علينا، كلها يعني انتقادات واتهامات لممارسات لتجاوزات لغيرها. في نفس الوقت كثير من الدول اللي تتحدث عن الهجرة لا تقوم بدورها الحقيقي، وبعض منها دول أوروبية يجب أن تأخذ حصتها من هؤلاء المهاجرين، تستقبل المهاجرين بدل ما تنتقد الدولة الليبية بظروفها الحالية الأمنية الصعبة قاعدة تدير أمر 800 ألف مهاجر على أراضيها و10 ألاف مهاجر في مراكز الإيواء. بعض الدول الأوروبية تمتنع عن استقبال مهاجر واحد وتنتقد الدولة الليبية اللي قاعدة على أراضيها 800 ألف مهاجر. مقاربة غريبة يعني ما لا يقبلها عقل ولا منطق. فيعني الموضوع لأبعاد كثيرة، لأبعاد أمنية، لأبعاد اقتصادية، لأبعاد إنسانية. فلا يمكن بكل المعايير وبكل المقاييس أن نقبل هجرة هؤلاء الشباب، نصهم يموتوا في الصحراء ونصهم يموتوا في البحر. الطريقة المثلى هي تنمية مستدامة لدول المصدر حتى يمكن لهؤلاء الشباب الدعم والمساهمة في بناء بلدانهم بدل من هم يخرجوا منها ويتيهوا في الصحراء أو يغرقوا في البحر. هناك الكثير للأسف من الشبكات التهريب تتاجر في البشر، وهذه الرؤوس الكبيرة من هؤلاء المتاجرين موجودين في أوروبا، موجودين في أمريكا اللاتينية، موجودين في العالم الآخر. وتم بالفعل المدة الماضية وضع 5 على قائمة أو 6 أشخاص من هؤلاء المتاجرين بالبشر. فالموضوع يعني نحن بادلين فيه بالرغم من جهودنا، بالرغم من إمكانياتنا المحدودة. خفر السواحل يقوم بإنقاذ الألاف عبر البحر، وهو يعني يتواصل مع كل الأطراف للحصول على الزوارق البحرية اللي تمكن من التواجد في البحر. فلا يمكن أنك طالب سلاح الخفر السواحل بأداء دوره وأنت عامل عليه حضر سلاح ومش مش مش عطي الفرصة أنه ياخد السلاح المناسب أو القطع البحرية المناسبة. الموضوع الأخير الموضوع الأقليات في الجنوب أو بداية الموضوع كان يا بالضبط
طبعا بالنسبة لي نحن هذا الموضوع الإقصاء أي طرف على ليبيا احنا ضده بكل يعني على طول الخط سواء كانت مكونات الجنوب أو غيرها. هل كلهم يشوفوا فيهم ليبيين؟ يجب أن يأخذوا حقهم في المساهمة في بناء ليبيا، حقهم في العيش الكريم، حقهم في التعليم، حقهم في الصحراء في الصحة، حقهم في إبداء الرأي، حقهم في المشاركة السياسية. هذا حق يعني يفترض فيه يكفل الدستور القادم إن شاء الله. Okay, one last question from me. I think he has to leave, so I have to stick to the schedule. But I delayed my own sort of comments. One question I would like to ask Mr. Sarraj is that he has been talking, and I understand the reasons for it, that he will not sit down with Haftar, that Haftar is no longer a part of any possible solution, which is fully justified in my mind. The question I have is that Haftar, at the end of the day, works for the parliament in Libya. He is the one, the parliament is the one that appointed him. Aguila Saleh is technically, at least legally, considered to be the head of the what's called the army. Deborah knows a lot of these people, so my question is, and the parliament at the end of the day is a part of the Sakhirat agreement and part of the institutions recognized internationally. Is there any possibility that your government will be willing to negotiate with the parliament on a political level and leave, for example, any of the military disengagement left between the heads of the military that are loyal to the GNA and then Haftar on the other side, but that's separate from the political process, that the GNA will recognize at least the parliament as a counter-political weight to sit with? سؤال جيد. طبعا لا نتحدث على اسباب عدم رغبه في الجلوس مع هذا الشخص مره اخرى، لان جلسنا معه 3 سنوات ولم نصل الى نتيجه. في النهايه كانت طعنه في الظهر واعتداء على 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 طرابلس. بالنسبه لنا طبعا احنا مجلس نواب مجلس احدى الاجسام المبتقعه على الاتفاق السياسي، مجلس اعلى الدوله احدى هذه الاجسام ايضا، والمجلس الرئاسي. فهناك آلية للتعامل مع أي تعديلات أو أي تطورات تحدث في الوضع السياسي، هناك آلية وضعها الاتفاق السياسي. إن كنا نتحدث على الاتفاق السياسي أنه هو الأرضية الصلبة اللي احنا نقف عليها جميعا، فهناك آلية واضحة، وحتى هذه المناصب أصبحت شاغرة بحكم الاتفاق السياسي. فالحديث مع أعضاء مجلس النواب ومع أعضاء مجلس الدولة بحكم أن هذه أجسام مبتقعة على الاتفاق السياسي، نحن لم نتوقف، لدي اجتماعات متصلة معهم، وكانت سلسلة اللقاءات التشاورية اللي عملتها في طرابلس مع أعضاء النواب وأعضاء الدولة والهيئة التأسيسية للدستور والمرأة والشباب وقادة المحاور، وهذه كلها سلسلة من اللقاءات التشاورية تهدف لوضع رؤية سياسية موحدة أو مشروع وطني موحد يساعدنا لعمل ملتقى وطني. Does that include Aguila Saleh؟ عقيلة صالح، المشكلة في المجلس النواب الحالي أنه هو أصبح في مجلس نواب موجود في طرابلس انعقد، وفي مجلس نواب موجود في طبرق، فهذا الانقسام يجب أن يحل مجلس نواب كمؤسسة فقط ويعطونا واجهة نتعامل معه. Thank you Mr. Prime Minister very much. It's been a great session. I'm glad that you shared with us your thoughts and what's happening on Libya. Thank you all for being here. There is apparently a bigger audience that was not allowed in on the waiting list, but then we closed the doors and I keep on getting text messages from everybody. But I hope they at least watched it on YouTube where it was being broadcast and streamed live. مرة أخرى أنا طبعاً سعيد جداً أن نكون في هذا الصرح العلمي وبين بين هذا الحضور الكريم. نتمنى أن احنا نكون أجبنا بوضوح وبصراحة على بعض التساؤلات اللي تدور في ذهن الكثيرين، لكن بالتأكيد الوضع في ليبيا يحتاج إلى لقاء ولقاء وأكثر من لقاء حتى يمكن أن احنا نصل إلى قواسم مشتركة ونصل إلى فهم مشترك لما يحدث. زي ما قلت في البداية، نحن نبحث على قيم مشتركة، مبادئ مشتركة
ندعو إلى ديمقراطية، إلى دولة مدنية، إلى تداول سلم من السلطة. هذا ما ندعو إليه، ولهذا كانت دعوتنا إلى انتخابات في هذا الإطار. أشكركم مرة أخرى. Thank you very much. One last note, please. Please stay seated until the Prime Minister leaves, and then we can. Come up. Everybody wants to see the.